وأشار إلى أن أي حديث عن قيام العمل يرتبط في ذهن كل مواطن بمعان عظيمة مثل التفاني والبناء والإنتاج والقوة والخير، وهذه المعاني تجسدت جميعها في عمال سوريا الذين ساهموا دائما في تعزيز نقاط القوة وتجاوز مكامن الضعف وصولا إلى بناء سوريا العزيزة القوية. وأضاف الرئيس الأسد أن عمال سوريا برهنوا مجددا خلال الحرب التي تتعرض لها بلادنا منذ أكثر من عامين على أنهم سيكونون دائما من عوامل قوة البلد وليس العكس، وبأن محاولات استهداف البنى التحتية التي بنيت بطاقات وظيفية رغم استشهاد المئات منهم في مختلف القطاعات على يد الإرهابيين. ولفت الرئيس الأسد إلى أن إحدى أهم تلك الشرائح اليوم هي عمال الكهرباء وعمال القطاعات الخدمية الذين بذلوا كل ما يستطيعون للحفاظ على استمرارية عمل هذه القطاعات حتى لو كان في ذلك كنا هكذا وسنبقى ويدا بيد، ورغم كل جراح سنسير بسوريا ومعها إلى مستقبل أقوى وأكثر إشراقا. سنسير إلى الأمام، لن يخيفنا رصاصهم، لن يرهبنا حقدهم، لأننا أصحاب حق والله دائما وأبدا مع الحق. محطة والسمع من القائمين عليها على طبيعة عملهم والخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وأثنى على الجهود الجبارة التي يبذلونها خاصة في المناطق التي تشهد أحداثا أمنية استثنائية بغية إعادة النور إلى هذه المناطق بأقصى سرعة ممكنة على الرغم من استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية في أثناء أداء عملهم وسقوط شهداء في صفوفهم. النقطة الأهم اللي عبرت عنه عبر عنه كل الشعب السوري، هن بدهم يعني نخاف، نحن ما راح نخاف. شفتوا امبارح رد فعل الناس بالشام عند المرجع، نزلت مسيرة عفوية طلعت وكان ممكن تجي سيارة ثانية بعدها.